بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ أجمل الترحيب على تفضله بإجابة دعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أبو عبد الله: ما الأجر المترتب على رفع الأذان، وهل أخذ الأجرة على الأذان ينقص من هذا الأجر حفظكم الله وسدد خطى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن رفع الأذان ورفع الصوت بالأذان مشروع لأجل تبليغ الناس حضور للصلاة، وأيضا كل ما سمعه من جماد أو أي شيء من سمع صوت المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة كما جاء في الحديث. رفع الصوت بالأذان مطلوب، ولذلك يختار عند التوظيف للأذان يختار من هو أرفع صوتا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في الرؤيا، قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك صوت. المؤذن يجتهد في رفع الأذان. وأما أخذ الأجرة إذا كان قصده بالأذان الأجرة، يؤذن من أجل يأخذ الأجرة، فهذا حرام وأذانه باطل، لأن العبادات لا تجعل لأجل الدنيا. أما إذا كان يأخذ الأجرة يريد الأذان وأجر الأذان فضل الأذان، ويأخذ الأجرة ولا تسمى أجرة، تسمى رزقا من بيت المال، يأخذه لأجل أن يستعين به على الأذان ويتفرغ للأذان، هذا لا بأس به، أنه يعين على طاعة الله عز وجل، وهو لم يقصده وإنما قصد الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. والأخت مرام تقول: الشيخ صالح بأنها حامل في الشهر الثالث وعندها نزيف حاد وفقر دم أصابها، فقررت الطبيبة لها إجهاض الجنين، وذلك لخطورة النزيف على صحتها، هل تنفذ قول الطبيبة والأطباء في ذلك أم لا؟ الحمل لا يجهض بعد وجوده في البطن إلا إذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين ضرورة إجهاضه، ويرسل تقريرهم إلى دار الإفتاء، ينظرون في هذا التقرير ثم يصدرون ما يرون في حكمه. نعم. تسأل الأخت فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم فضيلة الشيخ للذين يصومون ولكنهم لا يصلون؟ لا يصح منهم صيام ولا أي عبادة. من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا، والكافر لا تقبل منه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة متعمدا ليس له حظ من الإسلام، وبالتالي لا تصح منه أي عبادة، لا صيام ولا صدقة ولا غير ذلك. نعم، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: لدي أرض ولا أنهي بيعها في الوقت الحاضر، ولكن إن احتجت لقيمتها سوف أقوم ببيعها، فهل عليها زكاة؟ وهل على الأراضي المعدة للبيع زكاة؟ الأراضي المعدة للبيع التي تعزم على بيعها إذا حال عليها الحول عليها زكاة، لأنها عروض تجارة، وتقوم ثمن عند تمام الحول وتزكى. أما الأرض التي لم تعزم على بيعها إنما أنت متردد في ذلك فليس فيها زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا الأخ السائل: أرجو من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن يفتيني في هذا السؤال لأنه خاص بي. أنا يقول كثير المزاح والسخرية مع زملائي، وخصوصا إذا كنت معهم في البر وممن أمون عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأنه قد يجرح صاحبي حتى ولو كان مزاحا، فلم أستطع، فهل أنا آثم بتلك النكت والسخرية والمزاح؟ نعم، نهي عن كون الإنسان متمسخرا ومضحكا للناس، نهي عن ذلك، لأن هذا يحط من كرامة الشخص ويهونه عند الناس ويحط من قدره، فيترك الكثرة من هذا. المزاح اليسير لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق،
حقا. أما المزاح الكثير والذي يصبح هو صفة الإنسان ومهنة الإنسان فهذا لا يجوز. نعم. يقول: كيف يعدل الأب بين أبنائه إذا كان يميل إلى أحدهم أكثر بالمحبة والتعامل؟ المحبة لا يستطيع، ما يملك الإنسان أن يعدل بين الناس فيها، لا الزوج مع زوجاته ولا الوالد مع أولاده. المحبة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يميل مع المحبوب أكثر من غيره، ويعطيه ويخصه بالعطية دون غيره من أولاد. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة للعمال الذين يصلون ويذهبون إلى المسجد وفي ملابسهم روائح كريهة مثل الدخان والزيوت وغيرها، هل تجزي الصلاة؟ الصلاة تجزي، لكن يجب عليهم أن يصلوا بثياب نظيفة، لأن المساجد لها حرمة والمصلون لهم حرمة، فلا يؤذونهم بالروائح الكريهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل البصل أن يصلي في المسجد، أنه يؤذي المصلين ويسيء إلى الملائكة وإلى المسجد. ومثل سائر الروائح الكريهة، الإنسان يتخلى عنها ما استطاع، ويستعد للذهاب للمسجد بالاغتسال بلباس الثوب النظيف، قطع الروائح. نعم. أخيرا يقول: ما الحكمة من حلق الشعر في الحج والعمرة؟ عبادة لله عز وجل، هذا عبادة لله عز وجل، نسك مناسك الحج والعمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عابد من الرياض يقول: مات والدي في العام الماضي ولم يترك شيئا من حام الدنيا، وأريد أن أقوم ببره، فما الذي يصله بعد مماته؟ يصله ما ثبت في الأدلة من الصدقة عنه، وتسديد ديونه إذا كان عليه ديون للناس، والدعاء له، والحج والعمرة عنه، كل هذا يصل إليه بإذن الله إذا تقبله الله. نعم. هذا الأخ صاحب يقول: الإطالة عند زيارة المريض والضحك والقهقهة وكثرة السواليف، هل هذا من السنة؟ وما الوارد في السنة الصحيحة في الزيارة؟ الزيارة للمريض تكون يوما بعد يوم، ولا يطيل الجلوس عنده لئلا يشق عليه، إلا إذا كان المريض يؤثر ذلك، يحب من الزائر أن يبقى عنده فلا بأس. أما إذا كان المريض يتضايق من الزائر من جلوسه عنده فإنه يكره له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتي يقول: ما واجب المسلم تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المسلم متبعا لا مبتدعا له في أفعاله وأقواله؟ واجب نحو الرسول صلى الله عليه وسلم الإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام، واعتقادها، الشهادة بها، والواجب أيضا طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وترك ما نهى عنه، واتباعه في العمل، فلا يحدث بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيتبعه ولا يبتدع من عنده شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يحب الرسول أكثر مما يحب نفسه، وما يحب أولاده ووالديه والناس أجمعين، بعد محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الأخ صلاح يقول: من المسؤول شيخ عن صلاح الأسرة؟ هل هو الأب القائم بجلب الرزق في يومه، أم الأم في المنزل الذي تطبخ وتعد الطعام؟ الصلاح بيد الله عز وجل، ولكن الوالدان يربيان الأولاد على طاعة الله وعلى الآداب الحميدة، ويمنعانهم من الأخلاق الرديئة ومن المعاصي، فيربونهم على العبادة وعلى الطاعات وعلى الأخلاق الكريمة، فإذا بذلوا السبب فإن الله يصلح الأولاد. نعم. هذا سائل للبرنامج يقول: ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل بخلاف الضأن والماعز والبقر، مع أنها من فصيلة واحدة؟ نحن نعمل بالدليل، ولو لم نعرف الحكمة ولم يتحرر أو يرد بيان للحكمة في ذلك، لكن يجب علينا أن نتوضأ من لحوم الإبل، والله أعلم ما الحكمة في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يتهاون في الحضور لصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف، ويتهاون بها ويقول: كفينا، هناك أناس يحضرون فيكفينا هذا. هذا من باب الكسل، من باب الكسل والزهد في الخير. والواجب على المسلم أن يحضر صلاة الكسوف والاستسقاء، صلاة العيدين، ولا يتأخر، لأنه بحاجة إلى الأجر والثواب، بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى أن يكون مع المسلمين في صلواتهم وعباداتهم. وهذه الأمور من الأمور الشعائرية الظاهرة،
يشارك فيها المسلم ولا يتكاسل عن ذلك. نعم. يقول الشيخ: هل الترتيل خاص بالقرآن الكريم وفي آياته، وهل يدخل الآذان والإقامة والأذكار وقراءة الكتب في ذلك، وهل هذا جائز؟ ترتيل خاص بالقرآن، وهو على نوعين: ترتيل في إنزاله، ورتلناه ترتيلا، أي أنزله الله أقساطا ونجوما على مدى 23 على مدى 23 سنة، وهذا ترتيل في نزول، وترتيل في تلاوته، ترتيل في تلاوته، كما قال الله جل وعلا لرسوله: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل في التلاوة أن يقف على رؤوس الآيات وأن يمد ما يستحق المد المشروع طبيعي، لا المد المتكلف والمد الزايد عن الحاجة، وأن يتدبر القرآن أيضا، دبر ما يقرأ ويتأمل في معانيه، ويخشع عند ذلك بقلبه عينيه بالبكاء إن استطاع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: فيما معنى الحديث الذي قرأته: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب، ما الحكمة من غسل الإناء سبع مرات؟ حكمة أنها نجاسة مغلظة، أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، تغسل سبع مرات وإحداها بالتراب، يجمع بين الطهورين فيه لأن نجاسته مغلظة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سلمة تقول: هل يجوز للمحرمة أن تلبس البرقع والنقاب الواسع في الحرم، وما المقصود بالآية الكريمة بقذف المحصنات الغافلات؟ المحرمة تغطي وجهها بالغطاء، إلا في البرقع والنقاب، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب، ولكن تغطيه بالخمار الذي ليس مخيطا للوجه، تغطيه ولا تكشفه عند الرجال في الحرم ولا في غيره عند الرجال، وهي محرمة. وأما قذف المحصنات، محصنات المراد بهن العفيفات عن الزنا، عفيفات عن الزنا، الغافلات التي لم يتعرضن للناس ولم يحصل منهن أذى للناس، فلا يجوز قذفهن وإيذاؤهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذا من الكبائر، قذف المحصنات من السبع الموبقات والعياذ بالله، كبائر الموبقة. نعم. هل يغسل الزوج زوجته، وبماذا تنصحون الذين يغسلون الموتى، حيث إن بعض المغسلين والمغسلات تذكر حال الميت للناس عندما يدفن وما هو عليه؟ الميت إذا كان صغيرا دون التمييز يغسله الرجال أو النساء، أما إذا بلغ سن التمييز فأكثر، هذا إن كان ذكرا يغسله الرجال، وإن كان أنثى تغسله النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا المرأة، ولا يجوز للنساء أن تغسل الرجال إلا الزوجين فيما بينهما، فللزوج أن يغسل زوجته، وللمرأة الزوجة أن تغسل زوجها فقط. نعم. يقول: وأما آخر السؤال، وهو أن بعض المغسلين للأموات ينشرون سرهم ويتخرصون عليه، ويقولون فلان عليه كذا من السمات، وفلان عليه كذا من المخيفات، هذا لا يجوز، هذه أسرار لا يجوز لهم أن يبوحوا بها، ثم أيضا هم لا يعلمون، يتراءى لهم شيء وهو غير صحيح، عليهم أن يستروا على إخوانهم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. يقول السائل: بعض الناس يقول بأن الزواج المبكر بالنسبة للشاب والشابة غير ناجح، لأنهم أولا لم يكونوا أنفسهم، وثانيا لأنهم لم يتعلموا من الحياة، ويذكر بأن الزواج ما بعد 25، هل هذا الكلام على ظاهر صحيح؟ هذا غير صحيح. والزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالذي يستطيع الزواج صغيرا كان أو كبيرا يتزوج، لما في الزواج من المصالح العظيمة، وأما الذي لا يستطيعه فإنه ينتظر، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. أما إلقاء الشكوك في الزواج، وأن زواج الشاب كذا ويحصل عليه كذا، هذا من التوهمات ومن عرقلة الزواج. الذي يستطيع الزواج ويخاف على نفسه من العنت يجب عليه أن يتزوج تحصينا لنفسه ولو كان شاب، بل الشاب أولى، للشاب أولى بالزواج لقوته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قال الإنسان وهو يصلي لوحده في الرفع من الركوع: الله أكبر، بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود سهو؟ نعم. إذا تعمد أن يقول الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده بطلت صلاته، أما إذا نسي ولم يتعمد فإنه يجبره بسجود السهو. نعم. يقول: إذا تاب الشاب توبة النصوح وعليه
ديون ولم يستطع سداد هذا الديون، فهل التوبة صحيحة ومقبولة؟ التوبة صحيحة فيما بينه وبين الله، تسقط عنه الإثم. أما حقوق المخلوقين فلا تسقط بالتوبة، لا بد من أدائها لهم أو تنازلهم عنها، سماحهم بها. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ يسأل عن تربية الكلاب، هل تجوز وهل ورد نص في ذلك؟ لا يجوز تربية الكلاب ولا إدخالها في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. كلاب نجسة، وأيضا يتطرد الملائكة دخول البيت. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلب إلا لثلاث: إما لحراسة زرع أو حراسة ماشية أو كلب صيد معلم يصيد به. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب ومصاحبة الكلاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كانت المرأة تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، هل لها أن تعيد الصلاة؟ إذا كان انتهت الصلاة حصل لها الشك عقب بعد ما سلمت فلا تلتفت لها. أما إذا كان هذا هي أثناء الركعة فإنها تقرأ الفاتحة، إذا شكت في قراءتها إنها تقرأها لأنها ركن من أركان الصلاة. وإذا ذكرت وهي في الركعة الثانية أنها لم تقرأ الفاتحة فإنها تبطل الركعة الأولى، تقوم الثانية مكانها، تكمل على هذا. نعم. يسأل السائل عن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن، وقد ورد في الآية الكريمة قل صدق الله. لم يرد هذا أن القارئ إذا فرغ من القراءة يقول صدق الله العظيم، ليس هذا من أحكام القراءة، وإنما اعتاده الناس صار كأنه سنة. أما قوله جل وعلا قل صدق الله تبعوا ملة إبراهيم، هذا حق جل وعلا هو الصادق في قوله، ومن أصدق من الله قيل. لكن الشان في الإتيان بهذه الآية أو قول صدق الله العظيم عند كل فراغ من التلاوة ولزوم ذلك، هذا لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. السبع المثاني قيل هي سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم وقيل هي السبع الطوال، السبع المثاني هي السبع الطوال من السور. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا الأخت السائلة أم إبراهيم تقول: إذا خافت المرأة على أولادها من العين هل يعتبر هذا من الوسواس، وكيف تحصن الأولاد مأجورين؟ العين يخاف منها لكن لا يبالغ في ذلك ويحدث وساوس أو شكوك. ما الخوف من العين فالعين حق. يعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، دخلوا من أبواب تفرقة. خاف عليهم من العين لجمال مظهرهم وكثرتهم وبهاء طلعتهم. فإذا خاف الإنسان خوفا حقيقيا إنه يتحصن بذكر الله عز وجل، وأما مجرد الوساوس والأوهام فيرفضها ولا يلتفت إليها. وعليه بالورد الصباح والمساء وملازمة ذكر الله والإكثار من ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا الأخ السائل أبو سمعان: فضيلة الشيخ أنا أخاف من الرياء فأترك بعض السنن الرواتب في المسجد خوفا من هذا، وقد طاردني هذا الموضوع، فما الأسباب المعينة على التخلص منه؟ هذا من الشيطان. نعم، الخوف من الرياء طيب، تخاف من الرياء ولا تزكي نفسك هذا طيب، لكن أن تترك العمل من أجل الخوف من الرياء هذا من الشيطان. اعمل وأخلص لله عز وجل. نعم. لي صديق تخاصمت معه واستمر هذا الخصام ما يقارب من 3 أشهر مع أنه من أهل الخير والصلاح، كيف السبيل إلى وصله؟ هل أبدأ أنا بالسلام عليه؟ نعم، لا يجوز هجر المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أبدأه بالسلام واطلب منه المسامحة والإصلاح فيما بينكما. نعم، بادر أنت، قل لك الأجر. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال من الأخت أم دحيم تقول: بالنسبة لبطاقة الصراف في شراء الذهب، أنا أتعامل هكذا لمدة سنة مع بياعين الذهب، هل يجوز ذلك؟ الأحوط والأولى لك أن تحملي معك القيمة، إذا اشتريت الذهب استلمتي تسلمين القيمة في المجلس، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. نعم. أخيرا تقول: يا شيخ أنا في دعاء الأخت مدحيم بأنني أدعو بحاجاتي في الدنيا ثم أدعو بحاجات الآخرة في النوافل وغيرها، هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع الشيخ صالح بن فوزان.
فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.